ويواجه شباب الثورة في اليمن تحديات كبيرة في سعيه لإعادة تجميع صفوفه والدخول طرفا قويا في العملية السياسية، وهم يواجهون انتقادات لاذعة للحكومة ويتهمونها بالمماطلة في السعي لتحقيق أهداف الثورة. ويرى قسم كبير من شباب الثورة أن مطالبهم لن تتحقق إلا باستعادة الثورة زخمها من جديد. حمد البكاري التقى عددا من شباب الثورة وأعد التقرير التالي ضمن سلسلة تقاريرنا عن الثورة اليمنية في ذكراها الثانية. هذه المظاهرات التي يحشد لها بعض شبان الثورة في اليمن من حين إلى آخر باتجاه دار الحكومة لمناهضة سياساتها، تكشف عن تباين يعتري شباب الثورة بين مؤيد للعملية السياسية ومعارض لها. فهؤلاء يعتبرون ما يجري نتاجا لاتفاق لم يستلهم حقيقة مطلب الثورة في إسقاط النظام بكل رموزه من وجهة نظرهم. كذلك هو الحال مع هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم اسم شباب الإرادة المستقلة، ويطالبون بإصدار قرار جمهوري باعتماد 11 من فبراير عيدا وطنيا وإقالة كل القيادات العسكرية المتسببة في انقسام الجيش. أثبتت الأيام أن التسوية السياسية لم تأتي إلا لإفراغ الثورة من محتواها، لم تأتي إلا للإلتفاف على مشروع الثورة والتغيير الجذري، وهذا ما أثبتته الأحداث، حيث يتم الآن إخراج الشباب الثورة والحالة الشبابية الثورية من كطرف حقيقي. هنا تيار آخر تقوده اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية التي ينتمي معظم أعضائها إلى أحزاب اللقاء المشترك المنضوية في حكومة الوفاق. وغالبا ما تنظم اللجنة فعاليات أسبوعية لتكريس خطاب يذكر بقضايا الثورة ويدعم في الوقت ذاته موقف تلك الأحزاب. لكن هل يمكن لهؤلاء الشبان أن يشقوا لأنفسهم طريقا مغايرا لمسار أحزاب اللقاء المشترك؟ إذا كان هذا هدف وليس هدف، نحن سنتفق مع كل من يقف مع أهداف الثورة وسنختلف مع كل من يختلف مع أهداف الثورة حتى لو كانت أحزاب اللقاء المشترك. اختلطت الأوراق إذن وتزايدت أعداد التكتلات التي يدعي كل منها لنفسه تمثيل شباب الثورة، وصعب على الشبان تنظيم صفوفهم بسبب غياب مشروع جامع للتغيير واستمرار حدة الاستقطاب السياسي بين القوى المتصارعة. مع استمرار الخلافات بين شباب الثورة أنفسهم، فإن العملية السياسية ربما تفقد بعض عناصر قوتها، وهو ما يعني بأن الثورة قد تعود إلى الميادين، ولكن هذه المرة لن تؤمن بالحلول السياسية كما يقول بعض الثوار. حمد البكاري، الجزيرة، صنعاء.